يا صباح الخيرات، يا صباح المحبة، يا صباح التسامح. رسالتي اليوم هي من أحلى مرشد روحي، المرشد الروحي اللي هو النبي عيسى عليه السلام. هذا الرسالة ما دام وصلتك معناها أنك فعلا محتاج للتسامح، محتاج للغفران. مو جدا أنك تسامح الآخرين، هذا مو معناه أنك راضي على الشيء اللي هم سووه، أو معنى أنك يعني تتناسى الأذية، أو أنك تتصل بهم وتقولهم أنا سامحتكم إطلاقا. هو فقط قرار من عندك، نية من عندك بالتخلي عن هذه الطاقة السامة اللي قاعدة تأذيك جدا والتي تعيق تطورك الروحي. حط نية وقرار التسامح اليوم، وممكن تطلب المساعدة من النبي عيسى اللي هو يساعد أي أحد يطلب مساعدته، ممكن يساعدك بالتشافي بعد. هو يشجعك اليوم من خلال هذه الرسالة على أنك تركز على الحب وتركز على التسامح. خلي نيتك اليوم تكون نية التسامح والمحبة. حب نفسك وحب الآخرين وسامح الكل، وتذكر أنه الحب هو قوتك وهو شفائك. كان فيكم نور، ورابط حسابي في الانستغرام تحت هذه الرسالة، راح تلقون الرسالة كلها مكتوبة كتابة.